فضيلة الشيخ عطية صقر، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هل النفقة هنا هي الزكاة؟ ولماذا لم يذكر الله عز وجل لفظ الزكاة مع علمنا أنه توجد زكاة على الزروع والثمار؟ آية أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى آخره. الأمر في الآية بالإنفاق يشمل الإنفاق الواجب والإنفاق المندوب، يعني يشمل الزكاة وصدقة التطوع، ولكن الظاهر أن المقصود بالأمر هو أن يكون الإنفاق من الطيب لا من الرديء، سواء كان ذلك في الزكاة أو الصدقة. ولذلك جاء النهي في الآية نفسها عن تعمد إخراج الرديء، وذلك بأسلوب قوي حكيم، وهو قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذا كان لا يرضى أن يأخذ الرديء الخبيث إلا مع امتعاض نفس، فلا ينبغي أن يعطي الخبيث في الزكاة أو الصدقة لغيره من الناس، تحقيقا لحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كانت هناك زروع أو زكاة لهذه الزروع والثمار وهي مما يخرج من الأرض، فإن الأمر بإنفاق الطيب يشمل الزروع والثمار ويشمل غيرها من كل ما يكسبه الإنسان من أي مصدر من المصادر، والله أعلم. وما أصناف الزروع والثمار التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانت الزكاة على الزروع والثمار تؤخذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف مخصوصة وردت في هذا الحديث، وهو ما رواه الدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي، وقال رواته ثقات وهو متصل. فعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فهذه الأصناف الأربعة لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة فيها. وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء: الشعير والحنطة والثلث وهو نوع من الشعير والزبيب والتمر، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه. وقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة. بناء على هذه الآثار كان وعاء الزكاة في الزروع والثمار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والحنطة أي القمح والشعير ونوع منه وهو الثلث والتمر والزبيب، والذي لم يأخذ منه زكاة هو الخضر، والله أعلم. وهل هذه الأصناف هي المعمول بها الآن في إخراج الزكاة، أم استجد شيء في فقه زكاة الزروع والثمار؟ أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة على الثروة الزراعية بقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. بناء على ما ذكر وما جاء من أنواع جديدة من الزروع والثمار، اختلفت آراء الفقهاء الأربعة، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في الأصناف التي تجب فيها الزكاة. فأوجبها أبو حنيفة في كل ما تنبته الأرض ما دام قد قصد بزراعته
استغلالها، ولم يستثن من ذلك إلا أنواعا قليلة كالحطب والشجر الذي لا ثمرة له. وعلى رأيه تجب الزكاة في القصب والموز والطماطم والخضر. أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فقال: ما يبقى سنة بلا علاج كبير فيه زكاة، وما لا يبقى سنة كالبطيخ والخيار فلا زكاة فيه. والإمام مالك حصر الزكاة فيما يبقى وييبس ويستنبته الآدميون، ولم يوجب الزكاة في الخضروات والفواكه الطرية كالتين والرمان والموز. وقال الشافعي كقول مالك في عدم الزكاة في هذه الأصناف. وأحمد بن حنبل لا يوجب الزكاة فيما لا يبقى ولا ييبس، فلا زكاة في الخضر والفواكه الطرية. بعد عرض هذه الأقوال نرى أن جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة في القصب والموز والطماطم والخضر، وأوجبها أبو حنيفة بناء على عموم قوله تعالى في الآية السابقة: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبناء على عموم الحديث الذي رواه البخاري وهو: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. واستند الجمهور إلى أحاديث وآثار تحصر الزكاة في أصناف معينة مما يقتات ويدخر. وإذا كانت زراعة الخضروات والفواكه الأخرى غير التمر والزبيب قد كثرت وصارت تدر ربحا كبيرا، فهل من سلطة ولي الأمر أن يفرض فيها الزكاة مراعاة للصالح العام؟ إن وعاء الزكاة على النحو المذكور موضع اجتهاد من الفقهاء، وللفرد أن يختار منها ما يشاء. لكن لو رأى ولي الأمر اختيار مذهب أبي حنيفة في جمع الزكاة من الخضروات وسائر الفواكه وسائر الزروع مراعاة للمصلحة العامة جاز له ذلك، وعلينا أن نطيع أمره، فهو ليس في معصية، وهو يحقق المصلحة التي يراها الخبراء والمختصون على أساس من السورة واستهداف الخير العام. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطيفك، وكيف نحسب نصاب الزروع والثمار؟ رأى جمهور الفقهاء أن النصاب هو 5 أوسق، يعني حوالي 50 فيلة، وذلك لحديث أحمد والبيهقي بسند جيد: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير، وذلك لعموم الحديث وهو: فيما سقت السماء العشر، وعموم الآيتين. والقدر الواجب إخراجه هو العشر فيما يسقى بدون تعب كالمطر والعيون، أما ما يسقى بتعب كالآلات ففيه نصف العشر. والله أعلم. كما نعرف فإن الزراعة تحتاج إلى مصاريف كثيرة في الري والتسميد والحصاد وغير ذلك، فهل تخصم هذه المصاريف من جملة المحصول وتخرج الزكاة من الباقي بعد الخصم؟ من المعلوم حقا أن المحاصيل قد تصرف عليها مصاريف في الري والتسميد والتنقية والحصاد وغير ذلك، فهل تخصم هذه المصاريف من المحصول وتخرج الزكاة عن الباقي؟ لا يجوز هذا الخصم عند جميع الأئمة المعروفين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. لكن جاء عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، جاء أن الزكاة تكون على ما بقي بعد استقطاع التكاليف، ونقله ابن حزم عن عطاء ابن يسار من التابعين. ولعل وجهة نظرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة على الزروع والثمار
التي تسقى بماء السماء العشب، أما التي تسقى بتعب ومصاريف للسواقي والماكينات وغيرها فالزكاة نصف العشب. ويحصل في بعض المناطق التي تعتمد على المطر في زراعة القمح والشعير أن يشتط العمال المدربون على أعمال الزراعة في تقدير أجرهم كنصف المحصول، وهنا يمكن العمل برأي ابن عمر وابن عباس وعطاء في هذه الحالة. وكل هذا مع مراعاة قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله أعلم. أفاض الله علينا بأرض واسعة نزرعها ثمارا وحبوبا، ونحن أسرة كبيرة نأكل منها الكثير قبل الحصاد ونهدي إلى أقاربنا، هل يحسب هذا من الزكاة أم تحسب الزكاة على ما تبقى بعد الجمع أو الحصاد؟ يجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ولا يحسب عليه ما أكله قبل الحصاد، لأن العادة جارية به، والذي يؤكل شيء يسير. وقد سئل أحمد بن حنبل عما يأكله أرباب الزروع من الفريق فقال: لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. وكذلك قال الشافعي: أما مالك وأبو حنيفة فيجعلان ما أكل من الزرع محسوبا من النصاب. ومن هنا نرى أن بعض الفقهاء لا يوجب الزكاة على ما أكل من الثمار قبل جنيها وحصادها، وبعضهم يوجبها على ما أكل، وليس في ذلك نص من كتاب أو سنة، والخلاف هو في فهم قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، ولكل إنسان أن يختار من الرأيين ما يشاء. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية الفقر، نسمع عن الأرض الخراجية، فما هذه الأرض وهل عليها زكاة؟ الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها المسلمون عنوة وقهرا، وتركت في أيدي أهلها نظير خراج معلوم. وكما تجب الزكاة في الأرض التي فتحت سلميا وأسلم أهلها، تجب الزكاة في التي فتحت عنوة، وذلك لعموم النصوص الواردة في الزكاة، والاستدلال ومناقشة الأدلة موجود في كتب الفقه، وربما لا يحتاج إلى ذلك في وقتنا الحاضر. والله أعلم. أحد الفلاحين يقول: استأجرت قطعة أرض من مالكها لزراعته، فهل تجب الزكاة على المالك أو المستأجر؟ لو استأجر إنسان أرضا من مالكها وزرعها فهل تجب الزكاة على المستأجر أو على المالك؟ يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة على المستأجر لأنه هو الزارع، وليست على المالك زكاة الزرع، وإنما تجب عليه زكاة المال الذي أخذه من المستأجر إذا بلغ نصابا زائدا عن ضرورياته وحال عليه الحول. وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض، ورأي الجمهور أقوى. والله أعلم. رجل يقول: عندي مزرعة بها نخيل وعنب وبعض الفواكه، ونحب بيع المحصول للتجار قبل نضبه بقليل، فهل الزكاة علينا أم على المشتري لأنه هو الذي جمع المحصول بعد نضبه؟ قال العلماء في بيع المحصول قبل نضبه: إن الزكاة تجب في الزروع إذا اشتد الحب، وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها، ويعرف ذلك باحمرار البلح وزريان الحلاوة في العنب، ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر
فزكاة الزرع والثمر عليه دون المشتري، والله أعلم. وما أحب الأمور في إخراج الزكاة؟ من أحب الأمور في إخراج الزكاة أن يخرجها الإنسان من الطيب من ماله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وهذه الآية نزلت في من كانوا يتصدقون بالخبيث من محصولهم، ومن أحبها أن يعطيها سرا لمستحقيها منعا للرياء ولعدم جرح شعور الآخذين، ولا بأس بإعطائها علنا وجهرا إذا كان الموقف يستدعي ذلك كالدعوة إلى التبرع أو تمويل شيء هام حتى يتنافس الناس في السبت والكثرة. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وللنية دخل كبير في مثل هذه الأمور. ومن الأفضل التعجيل بإخراج الزكاة ما لم يوجد ما يدعو إلى تأخيرها كوصول الغائب الذي يستحقها، كما أن من الأفضل أن يخرج أكثر من القدر الواجب ليتأكد القيام بالحد الأدنى، وما زاد على ذلك فله أجره عند الله، والله أعلم. أحد المزارعين يقول: عندي منحل، فهل ما يرزقنا الله من عسله عليه زكاة أم نتصدق بما يسر الله لنا به؟ معلوم أن عسل النحل من نعم الله على عباده، قال تعالى: فيه شفاء للناس. أما الزكاة فيه فقد جاء في تفسير القرطبي أن الإمام مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيه وإن كان مطعوما مقتاتا، واختلف فيه قول الشافعي، ففي القديم أن فيه زكاة وفي الجديد قطع بأنه لا زكاة فيه، وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه قليله وكثيره لأن النصاب عنده ليس بشرط، وقال محمد بن الحسن لا شيء فيه حتى يبلغ 8 أفراق والفرق 36 رطلا أو رطلا عراقيا، وقال أبو يوسف في كل 10 أزقاق زق، متمسكا بما رواه الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل 10 أزقاق زق. قال أبو عيسى في إسناده مقال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، فقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. هذا ما جاء في تفسير القرطبي. فالخلاصة أن جمهور العلماء لا يوجبون الزكاة في عسل النحل لعدم وجود الدليل الصحيح. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. والذي قال بالزكاة فيه أحمد وأهل الرأي وهم أبو حنيفة وأصحابه، على خلاف في نصابه وفي مقدار الزكاة. وإذا لم تجب الزكاة فيه على رأي الجمهور فصدقة التطوع مندوبة، والله أعلم. فضيلة الشيخ، جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعت الأمة على العمل بها، فما الشروط العامة الواجبة للزكاة فيها؟ يشترط لوجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم التي صحت النصوص فيها وأجمعت الأمة عليها، يشترط شروط، منها أن تبلغ نصابا، وأن يحول عليها الحول، وأن تكون سائمة أي ترعى من الكلأ المباح أكثر العام. وهذه الشروط قال بها جمهور الفقهاء،
ولم يخالف فيها إلا الإمام مالك، فلم يشترط أن تكون سائمة، بل تجب الزكاة ولو كانت هذه الحيوانات معلوفة. والله أعلم. وما نصاب زكاة الإبل وكيف يحسب؟ نصاب الإبل 5، ولا تجب الزكاة في أقل من ذلك، والخمس زكاتها شاه، إذا بلغت الإبل 10 فزكاتها شاتان، وهكذا كلما زادت 5 زادت شاتا حتى تصل إلى 25، ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أو ابن لبون وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، إذا بلغت 46 ففيها حقة وهي التي لها 3 ودخلت الرابعة، إذا بلغت 61 ففيها جذعة وهي التي لها 4 ودخلت الخامسة، إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، إذا بلغت 91 ففيها حقتان إلى 120، إذا زادت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه هي زكاة الإبل التي عمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد في ذلك. والله أعلم. وما العدد من البقر الذي يحسب عليه نصاب الزكاة؟ لا تجب الزكاة في البقر والجاموس إلا إذا بلغت 30، ففيها تبيع أو تبيعة وهو ما له سنة، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة وهي ما لها سنتان، إذا بلغت 60 ففيها تبيعان، إذا بلغت 70 ففيها مسنة وتبيع، إذا بلغت 80 ففيها مسنتان، إذا بلغت 90 ففيها 3 أتباع، إذا بلغت 100 ففيها مسنة وتبيعان، إذا بلغت 110 ففيها مسنتان وتبيع، إذا بلغت 120 ففيها 3 مسنات أو 4 أتباع، وهكذا ما زاد ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. الله أعلم. وما العدد الذي تبلغ به الغنم حد النصاب؟ لا زكاة في الغنم ومنه المعز حتى تبلغ 40، وفيها شاه حتى إذا بلغت 120 ففيها شاتان، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه، إذا بلغت 301 ففي كل 100 شاه، ويؤخذ الجذع من الضأن والثني من المعز. والله أعلم. نسمع عن الأوقاف، فما هي وهل عليها زكاة؟ الأوقاف جمع وقف، وهو ما بين الفريضتين أي العددين، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه، كما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا زكاة الغنم إذا بلغت 40 هي شاة واحدة، ولا شيء إذا زادت إلى 50 أو 90 أو 120، إذا بلغت 121 ففيها شاتان، فالأعداد الزائدة بين الفريضتين تسمى وقتا. والله أعلم. وما الشروط الواجب توافرها في الحيوان المأخوذ للزكاة؟ يشترط في الحيوان المأخوذ للزكاة ألا يكون معيبا عيبا يعتبر نقصا عند ذوي الخبرة بالحيوان، ما لم تكن كلها معيبة فيؤخذ في الزكاة أقلها عيبا، كما جاء في كتاب أبي بكر
من عدم أخذ الهرمة التي سقطت أسنانها ولا العوراء. وفي تعليمات عمر عدم أخذ الأكولة أي العاقر من الشياه، ولا التي تربى في البيت من أجل لبنها، والماخض أي التي حان وقت ولادتها، والفحل أي الذكر المعد لتلقيح الإناث. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد، النهي عن أخذ الدرنة أي الجرباء والشرار الصغار والبخيلة باللبن، والله أعلم. رجل يقول: أعمل راعيا للماشية، وعندي والحمد لله عدد كبير من البقر والغنم والماعز، والكل يلد خلال العام، وقد يكون المولود عددا كبيرا، فهل عليه زكاة؟ كل ما ينتج من الإبل والبقر والغنم من الصغار تجب فيه الزكاة كما تجب في الأصول، وذلك على رأي الجمهور، كما جاء في تعليمات عمر رضي الله عنه أن السخلة التي يحملها الراعي تعد عليه، لكنها لا تؤخذ كزكاة. ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه لا يحسب النتاج ولا يعتد به إلا أن تكون الكبار نصابا. وقال أبو حنيفة: الصغار تضم إلى الكبار سواء كانت مولودة منها أو مشتراتا. واشترط الشافعي أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول. أما من ملك نصابا من الصغار فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة وأحمد في رواية، وعند مالك وأحمد في رواية تجب الزكاة في الصغار كالكبار، ويجب في الصغار واحدة صغيرة منها. هذه هي الآراء، ولك أن تختار ما تشاء، والله أعلم. وهذا راعي يقول: عندي خليط من الماشية، أبقار وغنم وماعز وخلافه، فهل يتم حساب الزكاة عن كل نوع أو على جميع الأنواع؟ ورد حديث للبخاري فيه أن أبا بكر نهى في زكاة الأنعام عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة، وأن الخليطين يتراجعان بينهما بالسوية. هذا ما ورد، واختلف الفقهاء في تفسير ذلك، وهل هو موجه للمالك أو للساعي. وأرى في السؤال المطروح أن المالك الواحد لخليط من البقر والإبل والغنم لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ كل نوع منها نصابا، والله أعلم. أحد الفلاحين يقول: عندي مزرعتان للطيور يربى فيها الدجاج والبط والأوز والرومي وغيره، وأيضا مزرعة للأرانب، فهل على هذه الأنواع زكاة؟ المزرعة التي تربى فيها الطيور إن كانت لغرض التجارة فالواجب فيها زكاة التجارة كأية سلعة يتاجر فيها. وأما تربية هذه الدواجن للأكل وكذلك الأرانب فلا زكاة عليها، ذلك لأن زكاة الحيوان اشترط الجمهور فيها أن تكون سائمة تعيش على الرعي دون علف ونفقة، والمزارع المذكورة تكاليفها كبيرة، فلا تزكى زكاة الحيوان وإنما تزكى كسلعة للتجارة، والله أعلم. أحد التجار يقول: أعمل تاجرا للخيل والبغال والحمير، وقد يمر العام على عدد كبير منها عندي حتى يتم بيعها، فهل على هذه الأنواع من الحيوانات زكاة؟ الخيل والبغال والحمير كحيوانات للتربية والملك لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيها كتجارة. ففي آخر الحول
يقوم الحيوانات التي لم يتم بيعها، ثم يضاف إليها الربح وتختم الديون، وما بقي إن بلغ نصابا وجب فيه ربع العشر وإلا فلا. والله أعلم. سائل يقول: أعمل صيادا في البحر وعندي عدة مراكب معدة للصيد، هل عليها زكاة؟ وهل ما يرزقنا الله به من خيرات البحر عليه زكاة؟ مراكب الصيد لا زكاة فيها، أما ما يصاد من سمك وغيره كل ذلك إذا عرضه للبيع فهو تجارة وتجب فيه زكاة التجارة بشروطها المعروفة. والله أعلم. وهذا سائل يقول: كثيرا ما أتكاسل عن دفع زكاة المال، وقد يمر سنتان أو ثلاث سنوات دون أن أقوم بدفعها، فهل يلزم علي دفعها كلها أم أن السنوات التي مرت تسقط عني؟ من كان يملك النصاب ولم يؤدي زكاته بعد تمام الحول يجب عليه أن يخرجها في أي وقت شاء، وعليه أن يبادر بالقضاء ولا تسقط عنه مهما مر عليها من سنوات. غير أن بعض العلماء قال يخرج زكاة عام واحد، البعض الآخر قال يخرج زكاة عن كل عام مضى، وهذا هو الراجح. والله أعلم. رجل يقول: كلفت من قبل أحد المحسنين لحمل مبلغ من الزكاة لتوصيله إلى مستحقيه، ففقد مني في الطريق، فهل هذا دين علي؟ ما دام المبلغ الذي سيخرج زكاة قد عزل عن أصل المال فيجب إعطاؤه لمستحقيه، فلو ضاع وجب إخراج مبلغ آخر، لأن الزكاة استقرت في ذمته فلا يبرأ حتى يوصلها إلى من يستحقونها وعليه. فلو وكل المزكي شخصا ليدفع الزكاة فضاعت من الوكيل لم تسقط ووجب إخراجها، والوكيل إن كان قد قصر في حفظ هذه الأمانة ضمنها، وإن لم يكن قد قصر فلا ضمان عليه. هذا في تلف الزكاة. أما تلف المال الذي ستخرج عنه الزكاة فإن كان التلف كحريق أو وباء بعد الحول والتمكن من إخراجها فقد استقرت الزكاة في ذمة صاحبها ويجب إخراجها، سواء كان التلف بتفريط أو غير تفريط، ويمكن إنظاره إلى ميسرة ليتمكن من أدائها. أما إذا كان التلف قبل الحول والتمكن من الأداء فقد سقطت الزكاة. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نسمع عن الهروب من الزكاة، كيف يكون ذلك وما عقوبة هذا الهارب؟ الفرار أو التهرب من الزكاة يكون بحيلة يعملها من يملك النصاب حتى لا يزكي، وذلك بمثل بيع النصاب أو بعض النصاب من الحيوانات أو السلع، أو هبة ذلك للغير، أو إتلاف هذا المال قبل حلول الحول حتى تسقط عنه الزكاة. فإذا مضى الحول استعاد ما باعه أو وهبه، وذلك ليبدأ حول جديد، وهكذا. قال مالك وأحمد: إذا كان هذا التصرف بقصد الفرار من الزكاة حرم ذلك ووجبت عليه الزكاة عقابا له، وردعا لمثله أن يحتال مثل حيلته فيؤثر ذلك على المتحصل من الزكاة. واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب الحديقة الذين صمموا على جني ثمارها قبل طلوع النهار حتى لا يراهم الفقراء فينقص المحصول، فعاقبهم الله بإرسال نار أو عذاب من عنده أهلك الحريقة وهم نائمون. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين
ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وقاس الفرار من الزكاة على تطليق الرجل امرأته وهو في مرض موته حتى لا ترث منه. أما أبو حنيفة والشافعي فقال بسقوط الزكاة، لكن يكون مسيئا وعاصيا لله بهروبه منها وبحسب نيته، كما قال الحديث إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم. حصر الله تعالى مصارف الزكاة في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فعدد الذين يستحقون الزكاة 8 كما جاء في الآية الكريمة، وأول هؤلاء الفقراء. فما صفات الفقير الذي يستحق الزكاة، وما مقدار ما يعطى من الزكاة، وهل تعطى للقوي المكتسب من الزكاة؟ الفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، وإن كان هناك تفاوت في هذا الاحتياج. ورأى بعضهم أن الفقير أو المسكين من لا يملك النصاب من المال، أما من يملكه زائدا عن ضرورياته فهو غني، ومن ليس بغني له الحق في أخذ الزكاة، كما في الحديث صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والقدر الذي يعطى للفقير والمسكين هو ما يسد حاجته الضرورية أو يكفيه ما يحتاجه ليكون غنيا، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. والإمام مالك لم يضع لذلك حدا، فقال يعطى من له المسكن والخادم والدابة القدر الذي لا غنى له عنه. وقد جاء في حديث مسلم ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ويستغني به مدى الحياة. والإنسان القوي الذي يقدر على الكسب هو كالغني لا يستحق الزكاة، وقد جاء ذلك في حديث رواه أبو داود والنسائي، حيث جاء رجلان قويان يطلبان صدقة من الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقات، فرفع بصره فيهما وخفضه ثم قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي قوي الجسم سليم الأعضاء، وهذا مذهب الشافعي. أما أبو حنيفة فيجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك 200 درهم فصاعدا، وهو نصاب الزكاة. قال النووي سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن، سئل هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال نعم. وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به. وإذا كان هذا هو رأي بعض العلماء فالذي أختاره أنا أن الظروف لها دخل في مثل هذا الموضوع، والحالة الاقتصادية الضاغطة تدعو كل إنسان ليعمل ويكسب قوته بعرق جبينه ليكف نفسه عن المسألة ولا يوصم بالتعطل وليزيد في الإنتاج، والله أعلم. رب أسرة يقول أنا أملك نصابا من المال يوجب علي الزكاة، ولكن لكثرة عيالي وغلاء المعيشة لا يقوم بكفايتي، فأنا غني من حيث ملكي للنصاب، فقير من حيث أن ما أملكه لا يقوم بكفايتي، فهل يحق لي أن أحصل على الزكاة؟
من ملك نصابا من أي نوع من أنواع المال وهو لا يكفيه لكثرة عياله مثلا أو للغلاء في الأسعار فهو غني لأنه يملك النصاب فتجب عليه الزكاة، ومع ذلك هو فقير لأن ما يملكه لا يكفي حاجته فيعطى من الزكاة كفقير. يقول النووي: من كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير يعطى من الزكاة ولا يكلف بيعه. وسئل أحمد بن حنبل عن من يملك النصاب أو يملك الضيعة ولكن ذلك لا يكفيه هل يعطى من الزكاة؟ قال: نعم. والله أعلم. وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ رأى بعض الفقهاء أن الفقير من لا يملك شيئا يكفي حاجته أو يملك نصف ما يكفيه أو أقل من ذلك، أما المسكين هو من يملك بعض المال أكثر من النصف ولكن لا يجد ما يكفيه حاجته كلها، فالفقير أسوأ حالا من المسكين. وقيل العكس، فيكون المسكين أسوأ حالا من الفقير. وقيل إن الفقير أو المسكين من لا يملك النصاب، أما من يملكه زائدا عن ضرورياته فهو غني، ومن ليس بغني يأخذ من الزكاة، كما في الحديث: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالفقير والمسكين واحد من حيث الاحتياج، والجمع بينهما في الآية لا يناقض ذلك، فالمساكين قسم من الفقراء. وقد يدل على ذلك حديث البخاري ومسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيصدق عليه. والله أعلم. من مصارف الزكاة الثمانية قول الله تعالى: وفي الرقاب، هل يوجد أمثال لهم الآن في العصر الحديث؟ الرقاب جمع رقبة، وهو العبد المملوك، وهم يعطون من الزكاة لفك رقابهم وتحريرهم، ومنهم المكاتب الذي يطلب منه سيده مبلغا من المال ليعتقه، فيساعد من الزكاة ليدفع إلى سيده ما يطلبه، وكذلك شراء العبيد لإعتاقها يبيح دفع ثمن الشراء من الزكاة. روى أحمد والدارقطني برجال ثقات أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أليس واحدا؟ قال: لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها. وإذا كان الرق قد ألغي في العصر الحديث باتفاقية دولية، فإن بعضا منه قد يكون عند الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية، والزكاة يمكن أن تصرف في سبيل تحرير هؤلاء الأرقاء. وإذا كان النصر في الحرب بين المسلمين والكافرين قديما وسيلة من وسائل ضرب المسلمين الرق على الكافرين الأسرى، فإن الأسرى الذين يقعون في يد الكفار يجوز تخليصهم من الأسر من سهم سبيل الله، لأن الجهاد الذي فسر به قديما سبيل الله من أعماله تخليص الأسرى سواء ضرب عليهم الرق أو لم يضرب. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر: من المستحقين للزكاة الغارمون، فمن الغارم وكيف يستفيد من الزكاة؟ الغارمون هم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، ومن أنواعهم من تحمل مبلغا لإصلاح ذات البين أو ضمن دينا فلزمه
فأجحف بماله، أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو دفع الدية في القتل عن قريبه أو صديقه القاتل إلى أولياء القتيل، بحيث لو لم يدفع اقتص من القاتل بقتله، وفي مثل هذه الحالة يأخذ ما دفعه لأهل القتيل حتى لو كان هو غنيا. روى مسلم أن رجلا أصيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر الناس أن يتصدقوا عليه، فلم تكف الصدقة بالدين، فقال لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. والله أعلم. آخر المصارف الثمانية الذين حددتهم الآية الكريمة ويستحقون الزكاة مصرف ابن السبيل. فمن هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده، يعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده إذا لم يتيسر له شيء من ماله، بشرط أن يكون سفره في غير معصية. وقال الشافعية: إن ابن السبيل قسمان، أولهما من ينشئ سفرا من بلد مقيم به ولو كان وطنه، والثاني الغريب المسافر الذي يجتاز البلد، وكل منهما يستحق الزكاة إذا احتاج إليها حتى لو كان يستطيع القرض وله في بلده ما يقضي به دينه. أما المالكية والحنابلة فيرون أن ابن السبيل هو المجتاز المار بالبلد، وليس هو المنشئ للسفر من بلده، وهو لا يعطى من الزكاة إذا وجد من يقرضه وكان له في بلده مال يفي بالقرض، فإن لم يجد مقرضا أو لم يكن له مال يقضي منه قرضه أعطي من الزكاة. والله أعلم. وبنت الشيخ عطية، هل يوجد فقراء ولكن لا يستحقون الزكاة؟ من يحرمون من الصدقة لو كانوا فقراء هو الكفار والملحدون، وذلك باتفاق العلماء، لأن الزكاة التي تؤخذ من أغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين، اللهم إلا إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، والممنوع أخذه هو الزكاة. أما صدقة التطوع فيجوز للكفار أخذهم منها، وفي القرآن: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسرى هم من الكفار. وفي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر أن تعطي أمها قتيلة المشركة من الصدقة، وكان قد طلقها أبوها وزارتها في المدينة. وممن يحرمون من الزكاة بنو هاشم، وهم آل علي وعقيل وجعفر والعباس والحارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وكما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر الحسن أن يرمي تمر الصدقة كان قد أخذها، وقال له: أما شعرت أن أكل الصدقة؟ هؤلاء من بني هاشم المتفق على حرمانهم من الزكاة. أما بنو المطلب فهم عند الشافعي كبني هاشم، لما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. أما عند الحنفية فأباحوا لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة، والحنابلة لهم رأيان. وآل البيت الذين يحرمون من الزكاة لا يحرمون من صدقة التطوع، وقال بعض العلماء بتحريمها أيضا عليهم كتحريم الزكاة.
وممن يحرمون أيضا من الزكاة الآباء والأجداد، وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء، وذلك باتفاق الفقهاء، لأن نفقتهم واجبة على المزكي، واستثنى منهم مالك الجد والجدة وبني البنين فيأخذون من الزكاة. وحرمان هؤلاء من الزكاة محله إذا كانوا فقراء، أما لو كانوا مجاهدين في سبيل الله مثلا أو لهم صفة أخرى فإنهم يأخذون منها. وممن يحرمون من الزكاة أيضا الزوجة، لأن نفقتها واجبة على الزوج، إلا إذا كان لها وصف آخر كأن كانت مدينة ومن الغارمين فتأخذ من الزكاة. والله أعلم. هل هناك من الأعمال ما إذا فعله الإنسان أبطل صدقته؟ من أهم ما يبطل الصدقة أن يرائي بها الإنسان ليقال إنه من الصالحين والكرماء، ومعروف أن الرياء هو الشرك الأصغر كما ثبت في الحديث وفي الصحيحين أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجلا واسع الثراء كان ينفقه ليقال إنه جواد وليس إخلاصا لوجه الله فيرمى النار، وكذلك المن بها على من يأخذها أو إيذاؤه بشتم أو ضرب مثلا. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومما يبطلها أن تكون من مال حرام، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا كما جاء في الحديث الصحيح. ومما يبطلها أو يقلل ثوابها أن تكون من مال رديء، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا بعض ما يبطل الصدقة أو يبطل ثوابها، والله أعلم. سيدة تقول: زوجي ميسور الحال ولكنه بخيل، هل يجوز لي أن أتصدق من ماله؟ لا يجوز تصدق الزوجة من مال زوجها بدون إذنه، فإن فعلت كان له الثواب وعليها الوزر، وإن كان بإذنه فالثواب بينهما، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، ورواه الترمذي بلفظ: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قال العلماء: إذا كان الشيء بسيطا لا تبخل به نفس الزوج فلا داعي للاستئذان في هذا الصرف ولها نصف الأجر، أما إن كان غير بسيط فإن أذن لها فلها نصف الأجر، وإن لم يأذن كان الأجر كله له وعليها الوزر. وهذا كله توفيق بين الأحاديث التي تجيز التصدق ولا تجيزه. وإذا كان هناك أحاديث كالتي في الصحيحين تعطي الزوجة نصف الأجر فيما أنفقته من مال زوجها بدون إذنه فذلك ليس في التصدق، وإنما في لوازم البيت ومصالحه، والله أعلم. نرى الكثير من أصحاب المهن المشبوهة مثل تجار المخدرات وغيرهم، نراهم كثيري التصدق على الناس، فهل يقبل الله صدقتهم؟ جاءت الآثار بأن الله لا يقبل الصدقة إلا إذا كانت من مال حلال، أما الحرام فهو مردود لا يقبل إلى جوار العذاب الذي يلحق صاحبه. وقد قال الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال في حديث رواه ابن خزيمة
ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إثره عليه، والله أعلم. وهل إذا أطعم الإنسان حيوانا جائعا أو سقاه يعد ذلك من الصدقة؟ إطعام الحيوان الجائع أو سقيه له ثواب عظيم وهو من الصدقة المتقبلة، ويكفي فيه حديث من سقى كلبا وجده يلهب، حيث نزل في البئر وملأ خفه من الماء وسقاه فشكر الله له ما عمل وغفر له ذنبه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميل الإناء للهرة لتشرب منه ثم يتوضأ بما فضل منها، وصح أنه قال كما رواه البخاري: في كل ذات كبد رطبة أجر. وصح كما رواه مسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نسمع عن الصدقة الجارية، فما هي وهل تفضل على غيرها من الصدقات؟ الصدقة الجارية هي التي يعملها الإنسان في حياته ويستمر النفع بها بعد مماته، كمسجد أو مدرسة أو مستشفى أو بئر ماء أو غير ذلك. وقد صح في حديث رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كما روى ابن ماجه حديث: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. وفي رواية للبزار: أو غرس نخلا. وفي رواية لأحمد والطبراني: من مات مرابطا في سبيل الله. هذا. ويعمل بعض الورثة إلى جعل ما تركه الميت كله أو بعضه في عمل طيب يكون ثوابه له، ويسمون ذلك صدقة جارية. ولنا في هذه الصورة تنبيهان: الأول أن المال الذي تركه الميت خرج عن ملكه وصار ملكا للورثة، فلا يطلق عليه اسم الصدقة الجارية، ولا يناله ثواب ما يعمل بها بعده، اللهم إلا إذا كان قد أوصى بذلك فيكون هذا من عمله. الثاني أن عمل الورثة الذي هو من مالهم بسبب الميراث ومن مال حصلوا عليه من طريق آخر هو عمل منسوب إليهم، لا يستفيد منه الميت إلا عن طريق النية التي يوهب بها الثواب له، وبدون هذه النية يكون الثواب لهم وليس للميت، مع العلم بأن الورثة لا يجوز لهم أن يتصرفوا في هذا المال إلا بإذنهم جميعا. روى البخاري ومسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي اختلفت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فقال الرجل: إن لي مخرفا أو مخرفا، أي بستان نخل، فأنا أشهدك يا رسول الله أني تصدقت به عنها. وفي رواية أن سعد بن عبادة أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفر بئرا لأمه، وكان سقي الماء في المدينة أفضل بالنسبة لأهلها، وقد يكون غيره أفضل، ويستوي فيها الوارث وغير الوارث ممن يريد نفع أي ميت، كما قال النووي والرافعي. ويستحب أن ينوي المتصدق الصدقة على الميت، فإن الله ينيله الثواب
ولا ينقص من أجره شيئا، والله أعلم. أحد الأثرياء يقول: هل يجوز لي دفع قيمة الزكاة عن مالي وهي كبيرة لطلبة يحصلون العلم الديني ويحفظون القرآن الكريم ويتعلمون تلاوته وأحكام تجويده؟ قال النووي: لو قدر الطالب على كسب يليق به إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. وأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيما بالمدرسة. هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. قال: وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها أو من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق، لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل بالعلم. ورأى بعض العلماء أن مصاريف العلم الواجب كالذي يطلب في المراحل الأولى من التعليم إن لم تكن كافية جاز إعطاء الزكاة لمن يتعلم، لأن هذا التعليم واجب. أما إن كان يطلب العلم في المراحل العالية وهناك غيره من القادرين يطلبه وهو عاجز عن النفقة الشاملة له فلا يعطى من الزكاة، لأن فرض الكفاية قد حصل بغيره من القادرين، والله أعلم.